طيب هنفس كل اللي هتقولوا لي غيرانه مش غيرانه. يا ترى مين اللي بيخبط لما اروح اشوف كده؟ صراحة اقول لك على حاجه، قولي انا مش راضي على الموضوع، مش عارفه ازاي هتصرف في فلوس العمليه. انا لازم اجتهد اكتر في الشغل عشان اخد فلوس اكتر، وبكده هساعد اخويا يعمل العمليه. اللي يشوفك وانت دلوقتي ما يشوفك وانت في الجامعه. ايه خلاص بقى ماما، انا طالعه عشان اغير هدومي. اقعد يا ماد. كان بيعمل ايه طنط في الجامعه؟ كان بيعمل مصايب. فين يا مينا؟ كنت خلينا نبات بره احلى. انا اسفه والله ما كنتش اقصد اعمل كده. خلاص خلاص يا مينا، يلا بقى يا ماد.